شباب القبائل راح يتسلم نعرفوا بلي شباب القبائل راح يتسلم جوهره بصحتو جو بونس كو سي 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 بلوس اكثر من تدي كاس افريقيا استاذ هذاك اكثر من تدي رابطه ابطال افريقيا لما تستفاد من الملعب كيما هذاك مي اون كونتري بارتي سون دو فورماسيون لو سون دونترينمون اسكو داخل فيه ما فيهش اسكو لي جون كاتيجوري يقدر يوضحنا اللي كاي تشارج اسكو لازم مركز تكوين بور لي زاني بروشان لي كلوب بروفيسيونيل دفتر الاعباء موجود من 2010 موجود وفيه فيه يعني النقطه المتعلقه ب يعني مركز التكوين لكن يعني في التطبيق اللي كاين اللي كاين افيك لاريفي دو لا سوسيتي جو بونس كو مع قدوم شركه موبيليس حنا فنيا جو بونس كو سي لوبجيكتيف وي فنيا بدينا نعملوا يعني بدينا نعملوا ولكن اداريا مازال ما شفناش مازال ما شفناش يعني في الناحيه انفراستركتور باسكو ان سونتر دو فورماسيون كي يكون عندك ان تيران دونترينمون برك سي ديجا بيان هذا هو مي من الناحيه الفنيه قمنا يعني بتقييم بعض اللاعبين درنا دي تيست شفنا يعني مدينا قائمه للاداره باش يحافظوا على اللاعبين هذو هذه راهي سو لا بون فوا تري بيان سي